واهلا بكم من جديد. النهارده هيكون مقطع خاص جدا بلعبه توم بلايدر. النهارده هنشوف لارا كروفت، هنشوف دومينجوز، هنشوف نار الكرموزيه، هنشوف التضحيه بكوكب الكيان. النهارده هيكون يوم الختام في لعبه توم بلايدر. هنشوف مقطع ولا اروع من اجمل مقاطع على مستوى العالم في الالعاب البلاي ستيشن. النهارده يومنا هيبقى يوم غير عادي، المقطع من اوله لاخره هيكون حاجه فوق الوصف. هتتابعوا وتشوف معانا، بس يا ريت قبل ما نبدا الفيديو اللي لسه ما اشتركش في القناه اشترك في القناه وفعل جرس الكل ونشر اللايك والتعليقات، وانا نبدا الحلقه ونشوف مع بعض. لا شيء سيمنعني من اعاده تشكيل العالم. اليوم نخط مصيرنا بايدينا. احمي بويتيتي أرجوك أرجوك يا لارا. سأفعل. لا
للحصول على كنزها على المغامرة لارا كروفت أن تفوق الملك دهاء. تفوق الملك دهاء؟ أظن أن للملك رأيا آخر حيال هذا. يا أحبائي، هل بقيتم ثابتين لثانية؟ أمرك يا ملكتي. واحد. أيمكنني أن أراها؟ بالطبع، هذه أنت وأنا ووالدك. أين نحن؟ هاواي. هذا المفتاح لصندوق إيتشي الفضي يمكننا إعادة تشكيل العالم دون ضعف ووحشية. إن امتلكت هذه القدرة ماذا كنت لتفعل؟ فتاتي الشجاعة التي لا تتوقع هجمة النمر. إلى أين سنذهب تالياً في مغامرتنا الحقيقية؟ سمعت أن أنتاركتيكا لطيفة في هذا الوقت من السنة. أبي. أو لا، ماذا عن المسطحات الملحية في يوتا؟ ريتشارد. أعلم إلى أين سنذهب؟ أحقاً؟ هاواي. أجل، قد يكون هذا لطيفاً للغاية. حسنا، في هذه الحالة سأحتاج مساعدتك في القيام ببعض الأبحاث استعداداً لرحلتنا يا لارا. لا، أنت هو مساعدي في البحث. أوه، أنت على حق. المعذرة يا سيدتي، لقد نسيت مكانتي، أليس كذلك؟ أريد أن تأخذني لزيارة المتحف. عند حلول الكوارث يجب التضحية بالإله كوكلكان لإمداد الشمس بالطاقة، وإلا فسينتهي العالم. التضحية بإله؟ التضحية هي واجبي، ولكن قائدهم سيحل محلي ويحاول أن نصير إلهاً، ويعتقد بإمكان خلق عالم جديد وجنة من صنعه نعيش فيها. يعجبني هذا العالم، إنه ليس مثاليا، ولكنه به كل ما أحب الآن. بعد اليوم لن يمثلنا الخسوف، سنحتفظ بالشمس ولكن بدون الظل. احمي بيتي. أرجوك يا نورا. سأفعل. أونوراتو، والدتي محاربة ثائرة ملكة، ستخلد ذكراها لأجيال. أفتقدك. والآن سنعيد بروحها توحيد بايتيتي.
إذن سأعود إلى كواكياكو في الغد. حقا؟ تفتقد الغابة؟ ستبحث عن شجرات السمك صعبة المنال؟ أنا وأبي سنذهب للساحل لأيام. يسعدني هذا. وماذا عنك؟ أظنني سأبقى هنا لفترة أطول. وتستعيدين المزيد من الآثار؟ وماذا ستفعلين؟ لا أعرف. سيساعدني أتسلي وسيعلمني بما تحتاج بايتيتي لإعادة بنائها. واو، فرغت من البحث، أريد أن أكون بين الأحياء. حسنا، ألا تحتاج لحزم أغراضك أو مشابه؟ لا، أنت علاقة معي حتى الغد. نسعد بمكوثك قدر ما تودين لارا. سفرا آمنا جونا. حينما نسترد بايتيتي قد أنضم إليكم لأتعرف على العالم الخارجي. في أي وقت أعلمني فحسب. وأنت يا أوتشو؟ إن أراد ذلك. إذن جونا، قالت لارا إن لك صديقة. سنحضر الزفاف. مهلا. أتسلي، لما لا تريني مخطط المعبد الجديد؟ حسنا، سيكون جميلا. اضطرت لفعل شيء استثنائي، وأن علي إصلاح كل شيء. أسرار العالم يجب أن نقدرها أكثر من أن نحلها. أنا أحد حماة تلك الأسرار. لا أعرف ما في المستقبل جونا. أياً كانت المغامرة التالية فأتشوق لخوضها. سأحاول ألا أكون جدية. طبعا شاي أنيسا كرافت. جميل. الآن أشعر بالراحة لكوني بالمنزل. كده بعد نهاية حلقتنا وشفنا المقطع اللي وراء أروع في لعبة توم برايدر، شفنا التختيم مع لارا كروفت ودومينجوز والنار الكرمزية، كان مقطع وراء أروع، والتضحية بكوك الكان كانت حاجة من أجمل المقاطع. طبعا بعد نهاية بقى جونا وإيتسلي ولارا كروفت ويوتشو، طبعا كله اجتمع مع بعضه وكان ختام لذيذ وجميل. ان شاء الله دايما نحاول نقدم لكم العاب مختلفه، والفتره اللي جايه هنحاول نغير في العاب البلاي ستيشن، هيبقى فيها العاب تحديات وهيبقى حاجات كتير جدا معانا. ان شاء الله دايما نكون عند حسن ظن الجميع، وان شاء الله نشوفكم في لعبه جديده وفيديو جديد. مع السلامه.